اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. حكاية النهاردة حصلت في نيويورك. واحد كان صاحب أعمال كبير قوي، ملياردير. الناس تسمع اسمه بس تقول يا ده مشهور قوي، من أغنى الأغنياء في أمريكا، وعنده محلات وعنده بيزنس كبير قوي. الراجل ده مراته كانت إنسانة تقية جدا، كانت دايما تصلي له إنه يقرب ربنا، وهو ربنا ما كانش في حياته خالص، المسيح كان أبعد ما يكون عنه. مرة كان سايق العربية بتاعته وهو رايح مشوار، فاستوقفه شاب، عمل له علامة الأوتوستوب كده يعني عايز يقف، بس كان لابس لبس العسكرية، فوقف له. فلما راكب معاه الشاب التاني بيقول له أنا مايكل، أنا متشكر إن حضرتك وقفت لي. قال له إن لولا إن أنت لابس اللبس بتاع العسكرية ده وأنا بحب البلاد بتاعتنا، أنا مش ممكن كنت هقف لك. فقال له شكرا أنا متشكر. ومايكل ده كان إنسان بتاع ربنا قوي، كان جندي في الجيش لكن كان ربنا في حياته. فحس من طريقة كلام الراجل إنه نفسه، يعني الراجل ده بعيد عن ربنا، شعر كده، فبدأ يتكلم عن ربنا بدون أي خجل، وعن المسيح وعن الدينونة وإن المسيح بيحبنا. التاني مع إن مش دي الجو اللي هو فيه، لكن أصغى باهتمام وبدأ يسمع بشدة. وبعدين وهم في السكة قال له معلش في كنيسة هنعدي عليها، يعني عدت عليهم كنيسة كده فشافها فلمح، فقال له ممكن نركن؟ قال له ركن ودخل الكنيسة وصلى بدموع قدام مايكل. وبعدين ركبوا العربية تاني ووصل مايكل المنطقة اللي هو عايزها وكمل طريقه، ومايكل ده نسي القصة خالص. وبعد 3 سنين مايكل خلص الجيش بتاعته، أتاري الراجل في آخر دقيقتين وهو نازل وما كانش عارف هو بيكلم مين، شخصية مهمة، طلع له الكارت بتاعه وقال له أنت إنسان كويس قوي وأديت لي خدمة كويسة، وأنا كنت محتاج فعلا أنك تفكرني بربنا، أنا كنت مطلعه من حساباتي، وده الكارت بتاعي، خليه معاك، أحب أن أنت تشتغل عندنا أو أجد لك فرصة عمل عندنا. فهو لما قرأ اسمه على الكارت اتخض، وعرف أن الشخصية اللي معاه دي كانت يعني الرجل العملاق اللي اسمه مشهور قوي في أمريكا، اللي هو رجل بيزنس مان كبير. احتفظ بالكارت ونسي الموضوع، وعدت 3 سنين وتخرج من الجيش، وبعدين افتكر القصة دي وحب يطمن على الراجل وحب أن هو يشتغل، فطلع على الكارت دور عليه لغاية ما لقاه. خد الكارت وراح للشركة في محلات كبيرة عملاقة، اللي هي الحاجات الكبيرة بتاعت نيويورك، الأدوار العالية قوي دي، ودور. فدخل في الريسبشن وبيقابل واحدة وقال لها ممكن أقابل الأستاذ فلان؟ بصيت له كده باستغراب، راح مطلع لها كارت، قال لها معلش أنا آسف مش واخد معاد، أنا عارف إن هو شخصية كبيرة وأنا مش واخد معاد، بس هو اداني الكارت ده وقال لي أبقى تعالى في أي وقت. فبصت في الكارت كده كويس وراحت دخلت أوضة ونادت واحدة، الواحدة دي اللي هي كانت مراته. مراته دي كانت إنسانة تقية، كانت دايما بتصلي له إنه يقرب لربنا. فقالت له أنت إيه حكايتك؟ قال لها أنا كنت مع الأستاذ فلان اللي داني كارت ده من 3 سنين، وتكلمت كتير عن ربنا، وقف في الكنيسة كانت في سكتنا ودخل وصلى وبكى كتير قوي، وبعدين داني الكارت ده وقال لي انت اديت لي خدمه انا نفسي ان انا اردها لك، يا ريت تبقى تشتغل عندنا، فاخد الكارت. فمراته قعدت تبكي قوي، قال لها في ايه؟ قالت له الحقيقه ان هو في نفس اليوم ده اللي وصلك فيه بعد ما عرفت منه التفاصيل عمل حادثه ومات، وانا كنت دايما بصلي وبقول يا رب هو راح فين بعد كل الشغل ده والفلوس كلها، راح فين في السماء؟ كان نفسي ربنا يطمني عليه، فانت النهارده طمنتني عليه انه في اخر وقت في عمره قدر انت تكلمه، ربنا بعتك لي تكلمه عن المسيح وقلبه تأثر ورجع لربنا، اشكرك ان انت طمنتني على مكانته في السماء. كانت فرحانة قوي ان صلواتها استجيبت. في آية جميلة بتقول كده، هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ حزقيال 18:23. هل مسرة أصر
بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا، حزقيال 18:23. ودي برضو بتفكرنا بقصة أنبا موسى الأسود اللي قضى زمن طويل بعيد عن ربنا، ولكن ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. ودي ألحان حتى بنقولها في الكنيسة، بنرددها بنغمها في الصوم الكبير في لحن اسمه كده، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. إنما الآية اللي هنحفظها، هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا، حزقيال 18:23. هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا، حزقيال 18:23. هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا، حزقيال 18:23.